اليوم صورت مشروع فعلا بهرني. كيف حالك اخ عيسى؟ الحمد لله تمام. الله يسعدك. انتوا عملتوا شيء بهرني في اماره الشارقه، مشروع الممشى. خبرنا شو عاملين بسيتي سكيب، لانه انا بتذكر لما قابلنا كارما والفريق قالوا لنا في عروض مميزه في سيتي سكيب. عاملين اكسكلوسيف اوفر، وحدات سكنيه بتبدا من 290,000 درهم. 290,000 درهم، واو. باقساط شهريه تقريبا بيطلع القسط الشهري ب 2900 درهم. وفي ناس بيقولوا لي ما فينا يشتروا عقار 2900 درهم يا جايب. وامتى التسليم؟ ما شاء الله التسليم لهذا رح يكون بال 2020. ممتاز. وطبعا اذكركم اللي ما حضروا الفيديو فوتوا عندي على الانستغرام بيلاقوا الفيديو بالكامل. اسلوب حياه فعلا غني، ومشروع في شيء مميز اللي هو موضوع انه ما في سيارات، صح؟ نعم، هو مشروع اتس فري فيكل بروجكت. طب اخ عيسى، انا في حدا سالني قال لي طب انا كيف بوصل على بيتي؟ بيمشي كتير ولا ما في مشي كتير بالممشى؟ لا ابدا ما في مشي، لانه البنايات عليها دبل لوبي، في لوبي على الجراوند فلور وفي لوبي بالبيسمنت. يعني بصف سيارتي وبطلع. بطلع دغري. ممتاز، ما عندكم حجه كمان تقولوا لي بدنا نمشي ونتعب. واليوم اللي بيشتري بالاس بي اي بيحطوا رقم سياره، رقم باركينج، بيكون حوالي البنايه، تحت البنايه. تحت البنايه بالضبط. ممتاز، هذا شيء جدا مميز، واسلوب حياه كثير حلو. انا على فكره رحت زرت كمان المول عندكم 06 مول. والله والله يا جماعه ما شفت مول حسيته بوتيك مول، ما في مثله بالامارات، هيك عنده خصوصيه. المول جدا حلو، وفي كمان اكبر اي ماكس في كل الامارات صار السينما. ان شاء الله راح اروح احضر فيلم هناك. صح. الله يسعدك. هذا العرض مره ثانيه فقط موجود في سيتي سكيب، صح؟ لا لا، سيتي سكيب ان شاء الله. 90,000 باقساط شهريه. يلا تعالوا على المعرض بالشهر واقتنصوا هاي الفرصه. وهلا بحط لكم ارقام للتواصل مع فريق الممشى. شكرا.